السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد وخبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. فياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان كل خبر جديد بعمله يوصل لحضراتكم أول بأول، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا عشان الفيديو يتشاف. مصرع شخص وأصابت آخر في حادث اصطدام مقطورة بمخبز بدرب نجم بالشرقية. الخبر بيقول استقبل مستشفى درب نجم المركزي محافظة الشرقية قبل قليل جثة ومصاب من ضحايا حادث اقتحام سيارة نقل ثقيل بمقطورة المخبز في منطقة السويقة الكائنة في بندر المدينة بنطاق مركز شرطة درب نجم محافظة الشرقية. كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطار من مركز شرطة درب نجم يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل تقيل بمقطورة لمخبز في منطقة السويقة الكائنة في بندر المدينة بنطاق مركز شرطة درب نجم وسط أنباء عن سقوط ضحايا. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة درب نجم وقوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتبين اقتحام مقدمة السيارة للمخبز ما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخر بجروح وإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسم. جرى استدعاء عربتين إسعاف نقلت إحداها المصاب لمستشفى درب النجم المركزي تلقي الإسعافات اللازمة، فيما نقلت سيارة إسعاف الثانية جثة المتوفي لمشرحة المستشفى وجرى التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق بمركز شرطة درب النجم التي أخترت لمباشرة التحقيقات، وقام رجال الحماية المدنية برفع السيارة المتسببة في الحادث.